قال رحمه الله تبارك وتعالى: كتاب النكاح. قال: وهو من سنن المرسلين. نعم، لأن الله تبارك وتعالى لما ذكر المرسلين قال: وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فمن سنن المرسلين أنهم يتزوجون، وهذا لتكثير أمة الإسلام، ولأن هذا هو الأمر الطبيعي في الإنسان، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقال: وجعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. قال في الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وهذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم للشباب أنهم يتزوجون.